يا لا 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 يا لا 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 هذا الصحيح وقولوا اللي تقولون نوقف مع جزلين الانظار ولا ردنا قصره وذله لكن القصيد والمحاريف ترد العليمي عند حده رشد في مكانك هذا ابن عمك واسمحه كان خانك صحيح ما قالوا لسانك حصانك هذا الصحيح وقولوا اللي نوقف مع جزلنا الانظار ولا ردنا قصره وذله لكن القصيد والمحاريف ترد العليم عند حده رشد في مكانك هذا ابن عمك واسمحه كان خانك صحيح ما قالوا لسانك حصانك هذا الصحيح وقولوا اللي تقولون نوقف مع جزلنا الانظار ولا ردنا قصره وذله لكن القصيد والمحاريف ترد العليم عند حده تقولون يا بن شرف باينت طيب بيانك احذر تعرض شان ما هو بشانك هذا الزمان اظن ما هو زمانك هذا الصحيح وقولوا اللي تقولون ما قادر يا قلب المعلمك لا 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 لنا طبع لا نخطي ولا انظر ومن دور الضيفه نذله ويا اهل الصناعه والمحاريف متى السيف يرجع عند حده
طيب طيب يا لا 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 هذا الصحيح قول جت بالخير جيب الفين دينار تجيبها ولا فيها تخله وبعد الشحم والبن والكيف ما حط الحنش تحت المخدة اسمك مع اسمي وطمعت محمد فوق اسمك وقسمي هذا الصحيح قول ولي جت بالخير جيب الفين دينار تجيبها لا فيها تخله وبعد الشحم والبن والكيف ما حط الحنش تحت المخده اسمك مع اسمي وطمعت محمد فوق اسمك وقسمي هذا الصحيح قول ول جت بالخير جيب الفين دينار تجيبها ولا فيها تخله وبعد الشحم والبن والكيف ما حط الحنش تحت المخده يا لا 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 تعدي ترى كثر العدي نار ولا تسكن تحت جدرك تخله كيف الحارثي والمالكي كيف مثل محبهم مخده لكم هذه فالمواقف تعمي
ماني بيمك وانت ما انته بيمي، هذا الصحيح قوله واللي لا تعدي ترى كثر العدي نار، ولا تسكن تحت جدرك تخله، كيف الحارثي والمالكي كيف مثل ام حبه ام خده. هذا الصحيح قولوا اللي تقولون، معي صاحب سموه جبار، يا جبار كل في رجل الله، عزمنا على رؤوس المشاريف وجانا بزاد ما يسده.
زرعكم في زرعكم يا اهل بيشه، واحنا سلمنا ما علينا غشيشه. الما احلاهم الباب ولا الدريشه، هذا الصحيح وقولوا اللي تقولون. معي صاحب سموه جبار، يا جبار حنا في رجا الله، عزمنا على روس المشاريف وجانا بزاد ما يسده. واحنا سلمنا ما علينا غشيشه، ندري نرد الباب ولا الدريشه، هذا الصحيح وقولوا اللي تقولون. معي صاحب سموه جبار، يا جبار حنا في رجا الله، عزمنا على روس المشاريف وجانا بزاد ما يسده. لا تمدحون الصقر من غير ريشه، ويا دعا اللاوي بحزبه وجيشه، وانا سعودي عشت فاعز عيشه، هذا الصحيح وقولوا اللي تقولون. مقادير يا قلب المعنى مقادير، لا 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 لا، ميل بعد قاسي وصب بعد صابر وجبار، ميل بعد صابر وجبار، وكلمة رجع في يد رجا الله، والاشراف بيدينا المشاريف، ونجرعنا غلق ما يسده.
يا لا 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 يا لا 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 هذا الصحيح قولوا يا كبر القيم يا صغر الأفكار وحمل الجمل عيايش الله يا معروف ضيعت المعارف وعلم يجي منا تعدى يا معازيمنا الله يستر عليكم ونشوفكم على خير ان شاء الله وما قصرتم الله يطول عماركم ونستاذن والله يجود عليكم لا 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 الله يغرم عليكم يا ابو شداد ما لقينا منكم الا الكرم واليسرى كلمة يشهد بها كل مالكي بالله اللي حصل له جوال اللي يعين له جوال نوكيا احمر يجيب له المنصة واللي ضاع له مفاتيح يلقاها عندنا هنا دق ازير دق الشيبان نسمح لهم اللي عاد وده يسري وما شعار ما نسمح لهم مره طيب طيب بس برد على قصيدة الاول اكملها وبعدين نبغى يستمرون نبغى يغيرون يا لا 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 نحمى بلنا وبلك خذت الحناشل لو اني مثلك ما دخلت المحافل لكن خل الباب مغلق وقافل هذا الصحيح قولوا يا كبر القيم يا صغر الأفكار وحمل الجمل عيايش الله يا معروف ضيعت المعارف وعلمان يجي منا تعدى نحمى بلنا وبلك خذت الحناشل لو اني مثلك ما دخلت المحافل لا
هذا الصحيح قولوا يا لا 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 يا لا لا يا كبر القيم يا صغر الأفكار وحمل الجمل يعيش الله يا معروف ضيعت المعارف وعلمان يجي منا تعده من تو من اللي يمنون القوافل أنتو من اللي يحرثون المشاكل هدوا وردوا يا خباث العمايل هذا الصحيح قولوا اللي يجمل ويجمل من والأفكار ومن ولع الفتنة وشله على حظنا ريف معارف ومن طاح حظه لا تعده عشت بنادي ولا مرفوع في وسط الرياض
يوم تسليمة اللي حدرت من نخالة طفت على الكبري اللي في طريق الجنوب وما ترضى الدواسر قبل ما يتربه يقول بنحى وقرطة وفر المناطق والديار والوقفة اللي تجبر الخطر ما صاحب وجار غير الحقيقة مثل نور الشمس في كبد النار عاشت بلادي والعالم مرفوع في وسطه لا 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 سلام تسليمة اللي حدرت من نخال طفت على الكبري اللي في طريق الجنوب وما ترضى الدواسر قبل ما يتربه يقول بنحى وقرطة وفر المناطق والديار والوقفة اللي تجبر الخطر ما صاحب وجار غير الحقيقة مثل نور الشمس في كبد النهار عاشت بلادي والعالم مرفوع سلام تسليمة اللي حدرت من نخالة طفت على الكبري اللي في طريق الجنوب ولما ترضى الدواسر قبل ما يتربه لا 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 عاشت بلادي والعالم مرفوع في قال ابن عمر ما ظن شان الكبار الا الصغار ما يحذف الشجرة اللي مستهلة بالثمر معذورة قبل انك تحاول تبتدي بالاعتذار عاشت بلادي والعالم مرفوع في وسط الرياض يا لا 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 حد يقول الجنب منظر على الجنوب من لا يدسم شنب رجال ما يتربه
يا لا 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 يا لا 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 عاشت بلادي والعالم مرفوع في وسط الرياض صح حمال الحمول اللي ظهور الجمال ماني بلوحاني طير بهالهوى والهبوب انا الذي ما خلفه احمى على شاربه سلام يعطيكم العافية. طيب طيب بعذركم والله انكم كفوا كلكم على راسي لكن خلاص طوفت وش حصلت من الاخبار يا راع العلوم انحنها للقالة وبيبان تشهد لنا الحرث وزهرة الغريبة والبقوم عاشت بلادي والعالم صحيح مال الحمول اللي ظهور الجمال ماني بلوحان يطير بالهوى والهبوب انا الذي عار مخلبه احمى على شارب أنا في خاطري سمعت اللحن ذا أيام الشباب طوفت وش حصلت من الأخبار يا راع العلوم انحنها للقالة وبيبان المذاهب والسلوم تشهد لنا الحرث والزهران العريبة والبقوم عاشت بلادي مرفوع في وسط صحيح مال الحمول اللي ظهور الجمال ماني بلوحان يطير بالهوى والهبوب انا الذي ما اخلبه تحمى على شارب يا لا 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 يا لا 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 الله جميل يحب أهل التقى والجمال ما حسبت بيت القصيد أهله ذرى والهبوب وما حسبت كثر الدوايثر على شاربه Thank you.
يا اللي تشب الحرب حنا له نار كل يوم الحرب يبغي له رجال ولا يذل الا الرخوم والرجل ما يرى ما يعرف الرجال والرجل ما يعرف نباه الا الى حان اللزوم عشت بلادي والعلم مرفوع في جوار يا لا 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 الله جميل أن يحب أهل التقى والجمال حتى حنا عندنا الحان أحسن من الحانكم ما في مشكلة الله جميل أن يحب أهل التقى والجمال ما حسبت بيت القصيدة له ذرى والهبوب ما حسبت كثوة الدوايث ثر على شاربه